السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. وصفة اليوم كيكة جوز الهند. عندي 2 بيض، 3 بيض، ملعقة صغيرة فانيليا، معالق مقاس، حرك كمان كوب زيت جوز الهند او اي زيت عندكم، زيت الزيتون، زيت نباتي. ثلت كوب لبن زبادي بديل الحليب يعطي هشاشة للكيك. كوب مقاس مبشور جوز الهند، ملعقة كبيرة بيكنج بودر، ربع كوب حليب بودرة، نص كوب مطحون السمسم، كمان ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديا، كربولا يعني أو كربوناتو. ملعقة صغيرة خل، بساعد على شاشة الكيك، طراوة الكيك. حط الكيك بالقالب، دهنه بالزيت او بالزبدة او بالسمنة او بالطحينة. نحمي الفرن، يدخل على فرن سخن، حرارة متوسطة في الوسط، حرارة 150، بيقعد بالفرن من 40 لـ45 دقيقة. رائب النضج، رائب الفرن. هز الكيك، نعمل له هيك حتى يتساوى الصف، بيعمل صوت الشوكولا. حطه فوق الكيك، ربع كوب كاكاو، سكر حسب الرغبة، ربع معلقة زيت، ربع كوب حليب بالتدريج. بغلف كيك جوز الهند بالصوص اللي عملته، حط على السطح اول شيء، ممكن مضاعفة الكميات،
حطيت صوص الشوكولاتة على الكيك حط أصابع الوفار على الكيك كيك عندي صار جاهز نافش ما شاء الله قسمت قطعة منه نافش جربوه طيب كتير مفيد مغذي صحي خالي من القمح خالي من الجلوتين خالي من الزيوت النباتية المهدرجة زيت جوز الهند صحي حبوب زيت الزيتون طاري كمان بقسم بسرعة شوف ما شاء الله قسم بسرعة يلي ما بيحب السمسم مطحون السمسم يحط مطحون اللوز لوز مطحون مبشور جوز الهند ممكن اشتراك في القناة اشتراك في القناة عمل لايك تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد